لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لك زميلي الاخت بريش، والشكر موصول ايضا لكل ضيوفك الاعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم على بركه الله نبدا، مرحبا بكم الى المباراه الثمن النهائيه السادسه في هذه البطوله الافريقيه للامم الجاريه وقائعها في مصر، ومباشره من ملعب الدفاع الجوي مباراه الخضر منتخب الجزائر امام منتخب غينيا في ثالث مواجهه بين المنتخبين عبر التاريخ في نهائيات كاس امم افريقيا. فوز للجزائر واخر عن رامي وبحثا عن بغداد يوسف بلايلي وأولولا عيسى مندي في القائمة الثانية لم يلحق هذه الكرة ومرت سلامات راحت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح المنتخب غيني في المخالفة الأولى. مادي كامارا في القائمة الثانية، تغطية من إسماعيل، يلعبها با 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 ماذا فعلت؟ كان ممكن تلمسها بيدك يا رئيس يا وهاب مبولحي لأن الكرة لم تكن متعمدة. خروج من بن ناصر من هنا لكليلي عن طريق رياض محرز يرفعها في القائمة الثاني، كرة بعيدة رامي بالسبعيني بالراس وتسديدات الصاروخية عدلان اولالا جديورة والتسديدة من بعيد، عنده التسديدات الناشفة القوية. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عيسى؟ فجاليات افريقية وعربية كثيرة موجودة. فل بالعمري، الكرة البعيدة من جمال، بحث عن بغداد، كرة خطيرة، بغداد راح، بغداد يا بغداد يا بغداد باليسرى يسدد بغداد، راحت عالية يطلبها في العمق، هايلة من بالعمري في اتجاه بنجاح، جمال بالعمري يبحث عن بنجاح، كرة بعيدة هايلة، وبنجاح وضعية تسلل يا بغداد، وضعية تسلل الحكم أشار لها، هل فيه وضعية أم لا؟ نشوف الإعادة بالتصوير البطيء، الثالثة راح تكون في الشباك يا بغداد. ديكا في الخلف مباشرة لإبراهيم كوني وبغداد كاد يلحق، كرة بعيدة راحت للتماس، أنا خايف عليك يا عطار، عطار يوصل عطار، يدخل عطار يراوغ عطار، جحا رياض في المراوغة، رياض راوغ، رياض يدخل، رياض والحارس، كرة صعبة وصعب المنتخب الغيني. هاي كرة جول اريا من عدلان يطلبها بغداد، وبابا بابا جول يا بابا يا سلام يا بغداد، ماذا ضيعت يا بنجاح؟ هايلة من عدلان لبغداد، راقبها بصدر الرائع بغداد وحطها في السماء يا سلام. عيسى مندي ماذا فعلت؟ الكرة ضاعت والانطلاقة، محاولة التسديد، سلامات من خوزي كانتي مارتينيز، سلامات يا عيسى. شوف اللعبة، شوف جمال يرسل كرة بعيدة، جمال هالية متسلل أم لا؟ راح بليلي من يوسف بليلي، البحث عن مندي، راحت ركنية مرة ثانية من إبراهيم، الخطورة من هنالك، بالليل يرفع كرة في القائمة الثانية، وبابا رامي كاد يسجل هدف ولا في الأحلام، رامي بن سبعيني بضربة مقصية، واو على يسار الحارس كوني، يجب أن نسجل الآن والحارس ويحلمون بالدور الربع النهائي، الكرة تلعب في القوم، اطلبها يوسف، دخل يوسف، راح يوسف، بابا با جول يا بغداد، جول لعبة عالمية يا سلام، جول لعبة كبار يا يوسف وبغداد، جول يا سلام عليك يا يوسف، بليلي الرائع، بليلي المبدع، يستند على الغول بغداد. Come on.
سلام عليك يا يوسف يا بليلي. جول ثاني لواحد من جوهر الكرة الجزائرية يا يوسف بليلي. يوسف المبدع وبغداد الغول ولياد الغزال والجزائر الأبطال. يا سلام راح رياض يلعب مع سفيان. سفيان سفيان ولا لا لعب تراوري حاول يمر بيه وسرع يوزع كورة الدفاع عدلان يلعب انطلق سفيان راح بغداد راح بغداد راح بغداد سفيان لبغداد والحارس يلعب هنا اغلق من هنالك يا رامي اغلق من هنالك يا رامي اغلق من هنالك يا رامي ورايس يلحق على الكرة هذه والتوزيع من إيسيا غاسيلا الحكم المساعد بعيدة تماما والتغطية من اي يا 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 يوسف يا يوسف يا رياض يا بابا رياض 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 وخطا معلش الحق بسرعة رياض من أمام سفيان هائل الكرة من يوسف بليلي الهائل يلعبها لسفيان الحق عليه رياض من هنالك رياض راوغ رياض ماذا رياض رياض ويوسف دخل يوسف يوسف اولالا يوسف حبي مررها مباشرة تاليبا تراوري حاول يمر بن ناصر في التغطية ما زالت عند تراوري 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 وسلامات تراوري وسلامات بعيدة تماما على رئيس وهاب مبولي رياض راح رياض راح رياض وسفيان سفيان ولا لا يا رياض رياض عنده الكرة الآن رياض مع بغداد بنجاح ولا لا يا سيد الحكم وضع التسلل ولا لا ولا لا وضعي التسلل يا 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 الكرة البعيدة بغداد متسلل نعم يا بغداد تنسى نفسك شوية وضعي التسلل واضح فيأتي الكرة نعم ناسي نفسك ناسي نفسك الكرة من هنالك عن طريق يا ترى البعيدة تماما حذري 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 ورئيس يخرج ويستلم هذه الكرة رئيس وابن بولحي من أمام اللاعب إبراهيم تراوري لاعب بروسيا مونشنغلادباخ يلعب في الوسط غينيا الكرة عن طريق اللاعب كامارا ولا لا يا رئيس أول كرة صعبة على رئيس من مادي كامارا الكرة ما زال ولا خطيرة سلامات خطيرة وسلامات من مادي كامارا سيخرجون لاعبين الغنيين هذه تطمحهم هذه الأولى والثانية تطمحهم راح يخرجوا ونغفلوهم ونبغتوهم بهذه كرة ممتازة من إسماعيل بن ناصر القائم الثاني رياض محرز أول وقال وقال الجزائر يا سلام يا له من رياض ويا له من استلام يا له من مراوغة يا له من تسديد وجول قلنا لكم كنترول لا 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 يا بختك يا ايسي ميلانو يا بختك يا ايسي ميلانو باسماعيل بن ناصر يا بختك يا مان سيتي برياض محرز استلمها المراقبة الكرة بالروعة وحطها على يسار الحارس جول بل على يمين وجول يا ترى يدخل يا ترى يلعب على الجهة اليسرى هاي كرة صعبة خطيرة رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس رئيس يا سرجع هذه الكرة يا سلام بغداد ورياض بغداد وبغداد وبغداد ورياض وغول اي 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 بغداد ورياض ورياض وبغداد في القاهرة كاديتك وراك وبعدك ضربت في يدك الكرة بعيدة يا عطال ورئيس تتفوق على عطال يخرج لك رئيس تتفوق على رئيس يخرج لك جمال تتفوق على جمال يخرج لك ليس الآن بعد الركنية ولا لا وتسترجع من رياض رياض وعطال وتخرج ركنية مرة ثانية رياض وعطال وتخرج ركنية مرة انطلق الغزال راح عطال التوزيع من عطال بابا بابا قال لدي نفس يا آدم قال في منتهى الروعة بالثلاثة ضربنا غينيا اليوم قال 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 قال
يقدم والناس يخرج في القائم الثاني. يا لها من شراسة. شكرا.